هذا كان شكل المكتب اللي داخل المخيم، تقريبا من هون لهون حوالي 10 متر، هلا هيك لجوا 7.20 متر، هلا هي من هناك حوالي 4 متر من هون لهون. هلا كانت اكبر من هذه من حيث الحجم، كانت المكتبة اكبر وكان فيها مواد اكثر. شوي شوي صار المخيم يعتبر مركز اقتصادي لمنطقة عكاظ، وصار في مراكز توزيع بالجملة، هي بتاخذ مباشرة من المصدر، ما بتاخذ مثلا مدينة، ما بتعتمد على مدينة طرابلس، بتاخذ مصدر، في منهم كان ياخذ يجيب مباشرة من دول الخارج. صعيد مخيمنا يعتبر هو أهم مخيم تجاريا. ليش؟ لأنه يعتبروا أنه المخيم هو رخيص، أنه الناس تجيب بضاعة رخيصة. يعني أنا إذا بجيب كيلو سكر ب500 ببيع ب550، بربح 50 ليرة، لا لزيد حركة اقتصادي وانتعاشي. المعروف أنه التجارة بنهر البارد تعتمد على الدين، أنه بيجي مثلا مواطن يدفع لك 100,000، بس هو بياخذ بضاعة مليون ليرة، وبعد ذلك بصير يسددك بأقساط. الآن ما بيقدر يعمل هيك بالمحلات، مع المحلات اللبنانية ما بتدين، ما بتعتمد هاي الطريقة. يعني هلا في حدا بفسر الموضوع انه في جزء من اهداف الحرب هو ضرب هاي المكان الاقتصادي لنهر البارد، يعني حتى بالاخر ينعش الاقتصاد في مناطق لبنانيه اخرى ربما، بس لحد الان مش ثابت هذا الهدف. يعني اكيد هلا في اهداف سياسيه اكبر واضخم، لها علاقه بتوطين الفلسطينيين، لها علاقه الى اخره. هذا الموضوع الاقتصادي، الهدف الاقتصادي بضل مش أكيد. أنا كنت عايشة بالمخيم، عندي بيت، يعني أحسن، عندي بيت 3-4 أوض، وعندي بنتي كمان. كنت أشتغل أنا وبنتي، أبيع خبز بيتي وأحط بالسوق طلع مصروفنا. هون ما في، شو بدك تشتغلي؟ ما في شغل، مأساة هون. نحن هون كلنا صحيح قاعدين بالمدارس، يعني المدرسة بالفعل أرحم من هون. يعني بالمدرسة كان، يعني كان في ناس تساعد، مساعدة يفوتوا للعالم. هون جينا لهون على البركسات، لقينا البركسات مثل خم، مثل واحد حط أجلك حمار أو صحصان بصير يلبس فيه وبده يطلع. ما عيشي، أولا شوب، ثانيا ضغط، ثانيا عيشي صعبة. ركبوا لنا سخانات مي، ما جابوا لنا كهرباء، لقينا تشتغل. أنا عندي ولد مريض معه كهرباء براسه،
جبته على البركسات اخذته وعملت له تخطيط من شي يومين كان ياخذ 100 جرام هسه الدكتور حسب له صار يعطيه 200 جرام صار معه صراع زياده. انا كنت بعدني ساكن المخيم القديم يعني مشروع بيتي بالمنطقه الجديده اللي هي منطقه حي القدس كان بده سنه لينتهي كنت معتمد انه انا بجمع مبلغ من المال قبل نهايه السنه بس لكن ظروف الحرب ضيعت كل شيء ما سمحت لنا لا نكفي بيت حتى ننبسط ونقول صار عنا بيت جديد من تعبنا وشقنا فكله راح فاضطرينا نبلش من نقطه الصفر والانسان اللي ببلش من نقطه الصفر لا يملك شيء لانه كله راح بالبدايه. في لغط بالكلام يعني من فترة كنا نحكي ب 11 الشهر بده يصير الجرف ب 10 الشهر ب 5 الشهر هلا موعدين ب 6/10 في جرف وما أدراك إذا تأجلت حسب الظروف السياسية بهالبلد بصير عملية الجرف حسب التمويل المادي من الدول المانحة بصير الجرف أما إذا كله هذا ما أنا موجود ما في جرف رح يبقى مثل ما نضل نقول اليوم بده يجرفوا وعلى بكره بده يجرفوا. ما في عمار ما في مليون بالمية عمار لأنه ما عم بجرفوا لو المخيم بده يتعمر ما تدمر لو بدنا عمر المخيم ما جابونا بالبركسات الله أعلم قد ايه نقعد هون بالبركسات بالبركسات عيشة صعبة ما بنقعد فيها يعني إسا نار حمرة بالشوب نار حمرة بكرة بالشتاء هذا بصير تلج بصير ساعة تلج برادات كيف بحط الفواكه بتسقع بصير برادات لو عارفين نحن هيك البركسات ما اجينا ولا دعست ولا أنا ولا أولادي. المخيم لابد من التعمار كل الأحوال مش ممكن يبقى هيك على الأقل بالنسبة للبنان من ناحية الشكل والمنظر والأبعاد الإعلامية والمعنوية وإلى آخره إنه يبقى مخيم مدمر بهذه الطريقة بعتقد إنه لا مش مشكلة بعد سنة أو سنتين أنا مش عم بقول بكرة يعني أو بعد شهر أو بعد شهرين اللي بلشوا بس بشكل من حيث المبدأ لابد إنه بده يعاد إعمار مخيمنا هالبلد. المسألة بأي سياق سياسي هون الموضوع بأي سياق سياسي بدي عاد إعمار مخيم نهر البارد. هل سيعاد إعمار مخيم نهر البارد ليعود نهر البارد كما كان نهر البارد متمسك بحق العودة وإنه مكان للأحزاب السياسية الفلسطينية موجودة وإلى آخره بتناضل من أجل حق العودة أو هو رح يجي في سياق مشروع توطين للفلسطينيين وإنهاء مسألة حق العودة؟